مزيكا، المزيكا دي هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذك من أي حاجة في حياتك. يعني جه عليا وقت كنت حاسس إن أنا لوحدي، كنت حاسس إن أنا في الصحراء بعمل الحاجة دي من 3 سنين وشغال عليها ومحدش كان مهتم، محدش كان بؤمن باللي أنا بعمله. بس دلوقتي الوضع اختلف خالص، بعد الطوفان كل حاجة اتغيرت. عرفت كويس ان هو دوت اللي انا بعمله، هو ده الصح، هو ده اللون اللي انا عايز اعمله فعلا، كده كده محدش عمله قبليه. هوب كده التليفون طلع ترند. انا لسه باخد نفسي، لسه ما عملتش حاجه، لسه ما وصلتش اللي انا عايزه. انا مش هفكر اسمع ليك تاني، هسيح سماعاتك عادي، ايد وايد في السلوك، تحرق المدينه وكل الناس. انا بالنسبه لي ان كل ما عرفت هدفك كل ما كان اسهل لك ان انت تحققه. وصلت؟ لازم تحافظ على مسؤوليه اللي انت وصلت له ده. اسمع ابن والدي. يا حبيب قلبي، وتعالى اخويا انا اكلك اخويا، زمانك ضعفت وخسيت يا حبيبي، ما انت ما ينفعش الاكل ده كده. تعالى اعمل لك البيتزا، اعمل لك لحمه محمره، واعمل لك فراخ. يلا تعالى انا بغيظك عشان خاطر تجي لي على طول وما تتاخرش عليا. ماشي ماشي يا حبيبتي، انا مش هتاخر يعني، انا اخلص وهاجي على طول.